فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة فيها مسائل تحتاج إلى قسمة، سؤال عن قسمتها. أقول عدد من الأسئلة فيها مسائل قسمة، يسألون عن قسمة كم لهذا وكم لهذا. والله هذا يحتاج إلى المحكمة، إلى حصر إرث يقسمون عليه. أن ما نصدق السائل، أو يكون السائل متوهم ثم يروح يقول إني أفتيت فيها وإني وهو فيها نقص ولا فيها هذا. القسمة دي ما نتعرض لها، هذه تبع المحاكم، تجيب حصر إرث ما يخالف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.